بحضرتكم مرة أخرى مع دكتورنا العزيز الأستاذ الدكتور حسام موافي. أهلا بيك دكتور. أنا مرة تانية وثالثة وأفضل أشكر حضرتك على اللي شرفنا وبتمتع المشاهدين بأفكارك وأرائك العلمية وأفكارك الدينية وكل حاجة في حضرتك جميلة. دكتور اختار يكلمنا عن حاجتين النهاردة، عن أعراض الأمراض بشكل عام وعن مناسك الحج. أنا مش عارف هو هيقول إيه في مناسك الحج، يعني ربنا يتقبل من كل حجاجنا ويوعد اللي ما راحش إن شاء الله بأداء هذه الفريضة العظيمة. خلاص أنا خلصنا. خلاص أقول أنا بقى. تفضل يا دكتور. أنا بص يا أستاذ محمود، أنا حجيت أول مرة ورجعت زعلان جدا، لأن أنا كنت مع واحد كل ما أسأله يقول لي سيب نفسك. يعني يسيب نفسك؟ يعني من اللي أنا بعمله. فبقيت أتحرك ونشي. اللي هو بيسمى مطوف، حتى مش مطوف، مش واحد مطوف. من أصدقائي بس دارس كويس. رجعت زعلان جدا، مش فاهم ولا حاجة من اللي عملتها كويس خلص. يلا نطوف حاضر، يلا نسع حاضر، يلا نطلع عرفة حاضر. أنا هقول للناس بعد ما درسته الحمد لله، طبعا أهل الفتوى هما رجال الدين طبعا، لكن أنا بقوله بطريقة كأني في كل الطب، كأني بشرح هبوط القلب مثلا. طيب طريقة جديدة الحج ثلاث أنواع. ده تدفق القلب. أنت هتشرح تدفق القلب مش هبوط القلب. مش هبوط القلب. الحج ثلاث أنواع وثلاث خمسات ودخول وخروج. تمام، نقولها تاني عشان كله يحفظ. ثلاث انواع وخمس خمسات. ثلاث خمسات. ثلاث انواع ودخول وخروج. ودخول وخروج. نخلص منهم. تمام. ثلاث انواع. عشان افهم الانواع كويس جدا هفترض، ما حدش يقول لي انا قلت كده، بفترض ان العمره في شهور الحج ممنوعه. هنفترض هذا. مفيش مانع. طيب نسال نفسنا سؤال مهم جدا، هي العمره فرض ولا سنه؟ لا فرض. لماذا؟ اما اقول محمد يجي وعلي يبقى محمد الاول ثم علي. لما اقول محمد يجي او علي يبقى الاثنين زي بعض. فمن حج البيت او اعتمر. مش واه. او دي خلت الاثنين زي بعض. اذا العمره فرض لان الحج فرض، يبقى ده زيه. طيب يا رب. دكتور يقول رايه ولا يفتي. ولا يفتي يقول رايه. رايه طبعا يا أستاذ محمود، أكبر عبادة في القرآن إعمال العقل. تمام، وده أنا كنت بقوله في بداية الحلقة. أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون. طبعا ده تكررت كتير جدا، فإعمال العقل مهم جدا. فالعمرة فرض. رأيتها كذلك؟ أنت رأيتها؟ أنا رأيتها كده عشان أودي. تمام. طيب هنفترض زي ما قلنا الأول إنها ممنوعة أثناء أشهر الحج من العيد للعيد. أشهر الحج من العيد للعيد، شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذو الحج. تمام. طب أنا يا ربي دفع كتير قوي ورحت حج وما عملش عمرة وهي فرض. فربنا قال لك اعمل عمرة بس بشرط تذبح قصاد العمرة اللي عملتها. تمام. ومن هنا أصبح الحج ثلاث أنواع. الحج الأول واحد بيحج بس مش عايز يعمل عمرة. مفرد. أنا رايح أحج وأرجع. النوع الثاني أنا رايح قبل الحج بأسبوعين ثلاثة بشهر، عملت عمرة مش معقول تفك إحرامك وتحرم. أفك إحرامك، تمتعت بهدومي. لأن اللبس الإحرام متعب جدا. تتمتع بكل شيء، كل حاجة، كل شيء. فهو متمتع، عمل عمرة وفك إحرامه وهيحرم تاني وطالع حج. تمام. طب أنا وصلت قبل عرفة بساعات قليلة ومصر اعمل عمرة. فمش هفك احرامي. وبالتالي هعمل العمرة واقرنها بالحج. وده الحج المقرن. المقرن. دول الثلاثة الانواع المهمين جدا. عندي مفرد ومتمتع ومقرن. مين اللي عليه دم؟ الاثنين التانيين. المتمتع. الاقران والتمتع. لانه يعني خد ميزة فيقدم قصادها حاجة وهو الدم. يعني على فكره ما بقاش حد يذبح، كلها ايصالات دلوقتي. المملكه بتذبح بتذبح بس احنا بنشتري ايصال وتريحنا. يبقى ده الايه؟ ده ثلاث انواع من الحج اللي هي مذكوره طبعا في كل الكتب. ما فيهاش فيها كلام. اعتقد كل المصريين متمتعين اللي بيروحوا طبعا زنق قوي اللي هي الحج السياحي الفاخر قوي اللي بيوصل قبل عرفه مقرن، واللي مفرد عايز يفرد هو حر.
إن كان عمل عمرات قبل كده كتير يوفر على يعني على راحته عايز يوفر فلوس هو حر طبعا يبقى عندي مفرد مقرن ومتمتع والثلاثة الفروق واضحة جدا واللي عمل هذه الفروق انك لازم عشان تعمل عمرة في اشهر الحج يعني كان واحد كان عندي في العيادة النهاردة اسمه محمود يقول لي انا رحت جدة اشتغل بعد العيد الصغير مباشرة تمام وراح عمل عمرة ورجع ماشي. قال لي انا راح اشتغل ماشي وححج قلت له انت متمتع لان في اشهر الحج قلت له انت متمتع انت مش العمرة اللي عملتها دي في اشهر الحج فدي محسوب عليه ان عليه دم دي ما اعرفهاش لا انا وليكن تمام انا اديت واحد الذي العالم فقد انا ما اعرفهاش دي فهذا هو الايه ثلاث انواع دي ثلاث انواع دول مقرين يعني مقرين في الشرع ثابتين مفيش فيهم فهم جدال يعني مفيش فيهم ده مفيش فيه خلاف دي حاجات ثابته مش حسميات لا لا تمام ثلاث خمسات بقى في خمسه إذا سقطت واحدة منهم أنا محجتش فسد وخمسة إذا سقطت واحدة منهم علي دم يبقى ده تاني دم تمام عشان هنجمع الدم الآخر على مين وخمسة اللي عملهم زي اللي ما عملهمش يستوي تمام يبقى الخمسة الأولانيين مهمين جدا ليه؟ يضيعوني حج هتذبح فيهم لا ده مفيش حج ده حج سقط انتهى سقط باظ دول ايه دول يا دكتور؟ نمرة واحد النية تقول لي يعني ايه نية؟ طب ما انا ناوي اقول لك برافو عليك افرض انا سواق ولقيت نفسي على عرفة قلت الله ما بالمرة حج لازم النية طبعا كلنا النية متوفرة ان احنا دفعنا واشتركنا ورحنا خدنا فيزا خلاص فالنية متوفرة لاي واحد رايح السعودية ما عدا اللي هناك اللي هناك لقى نفسه على عرفه لازم يكون ناوي الحج. تمام. نمره اثنين الاحرام. تمام. الاحرام ده مهم وحاول ما مسائل ما فيهاش كلام. يعني مسائل اللي الواحد بيعملها تلقائي. مفيش أيوة زي انا سيب فيها. نفسك زي سيب نفسك. دي مش ممكن تغلط فيها. الاحرام ثم الوقوف بعرفه. ودي برضو ما حدش يغلط فيها. طواف الافاضه لان في كذا نوع طواف هنتكلم عليه بس طواف الافاضه هو اللي ركن. طواف الافاضه بعد العوده من مزدلفه. اما هنشوف دلوقتي ممكن امتى وثم سعي الحج طبعا بس ادي الخمسه تمام سقط حاجه من دول انا ما حجتش هنعيد الخمسه النيه الاحرام ملابس الاحرام الوقوف بعرفه الوقوف بعرفه طواف الافاضه الافاضه وسعي الحج طواف الافاضه انت بعده بتتحلل من الاحرام خلاص تيجي تقول لي ممكن حج في ثلاث ساعات اقول لك ممكن جدا حنوي واحرم زي رؤساء دول كتير واخد هليكوبتر انزل في عرفه قبل المغرب بنص ساعه اتحسبت لي عرفه ما دام قضيت جزء من النهار وجزء من الليل قبل غروب الشمس خلاص قبل غروب الشمس ودقيقه بعد الشمس ما تغرب خلاص واروح نازل على مكه بالهليكوبتر تعمل طواف الافاضه واسعى انا حجيت طب تقول لي الخمسه والخمسه هتبح خمسه الباقي يعني ممكن ما يرميش ولا جمره ولكن طبعا ممكن جدا تكلف بحد تنيب حد يعني ولكن او تذبح ولكن تنيب برضه متهيألي تنيب او تذبح ولكن دي مهمه جدا بقى هناك فرق جبار بين اسقاط الفرض والثواب فرق كبير جدا اللي حج في ثلاث ساعات ونزل في عرفه بهليكوبتر وراح طف وساعه وخلص اسقط الفرض اسقط الركن الركن يوم القيامة ركن عشان كده الحج فيه فرق كبير جدا بينه وبين العمره لانه اركان الاسلام منها الحج ركن فانت تسقط الركن يعني تعمل الركن مش تسقطه يعني تسقطه يعني انت كمان تمام عملت ركن من الاركان الخمسه اسقط الفرض من عليه يوم القيامه يا عبد السميع انت عبد السميع حج انا حجيت خدت الثواب يا عبد السميع؟ لا ليه بقى؟ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الثواب على قدر المشقة لازم تحمل كل حاجة اللي اتعملت اللي الرسول عملها كلها الثواب على قدر المشقة ما لم أكن مش قادر بقى ومريض سن كبير ماشي إنما الثواب على قدر المشقة يبقى أول خمسة اتفقنا عليهم واتفقنا إن أنا ممكن أحج في ثلاث ساعات لأن أنا أديت كل حاجة نزلت عرفة ونويت وعملت طواف الإفاضة وساعات الحج والخمسه التانيين اللي عليهم دم دبحت لي خمس فرخان خرفان وخلصت. ما فيهاش اسئله دي سهله. واضح تمام.
هنيجي بقى في نقطة مهمة جدا. في لسه خمسة كمان. لا بس لما أقول الإحرام الأول. الإحرام كويس. الناس فاكرة الإحرام لبس. لا. أنا عشان ما احنا قلنا في الآخر دخول وطلوع. أنا هدخل الإحرام. عايز أمثل الإحرام يا أستاذ محمود بالصلاة. أنت بتعمل إيه عشان تصلي؟ أتوضى. وأفرش السجادة. وأقول نويت أصلي الظهر. دخولي في الصلاة بكلمة. الله أكبر. نقارن ده هنا هتوضى هنا هستحمى هنا هفرش السجاده هنا هلبس بشاكيري هنا هقول نويت اصلي الظهر هنا هصلي ركعتين نيتي عمره حج دخولي في الاحرام بكلمه لبيك اللهم لبيك تمام يبقى انا دخلت في الاحرام الاحرام ده اصول واجبات على المسلم لازم يراعيها مفيش هزار مفيش كلام حتى مع زوجته ليه هو خلاص لا مش مفيش كلام مع زوجتك يعني ما تبحبحش المسائل يعني مش خصمها مش كده حضرتك تقصد كده لا مش قصدي خصام يعني ده كان مخاصم يصطلح يعني ايه الدنيا بتتلم شويه بتبقى عايزه شيء من الخشوع يعني والقارب. واحد مع الله يعني في الوقت ده نسي الدنيا كلها فده الاحرام مهم جدا لكن ما هوش بشاكير هوش لا ده جو بيتحرك بتعيش فيه وهنشوف ازاي تطلع من الاحرام انت احرمت دخلت الاحرام في اخر حاجه انا قلتها دخول وخروج انت دخلت الاحرام طب تطلع منه ازاي لها شروط فهذا هو الايه الخمسه الاولانيين احرام ونيه وقوف بعرفه وعايز انقل اجمل ايام العمر الوقوف بعرفه مثلا اجمل ايام العمر ربنا ما يحرمنا منه ولا يحرم يا رب مسلم يا رب. منه بتاتا يعني لان حضرتك بتعيش جو غير عادي وتلاقي ما فيش حد بيعلي صوته وكان عرف الشيطان انسحب منها انسحب منطقه وعلى فكره انا طلعت عرفه في غير وقت الحج ارض فاضيه جبل ملهاش اي طعم عشان كده سبحان الله ربنا ما قالش جبل عرفه اليوم عرف اليوم ده الحتة دي فيها سر وهي تسمى جمعة لا اسم آخر هي جمعة لأنه يقال أنه جمع فيها آدم وحواء وليها قصص كثيرة لهذا المكان وتعرفوا عليه ولذلك ثم يعرف وقصص كثيرة حتى عرفة دي بقى حساميات يعني مش كده هو تواجد جسدي توجد هنا في الوقت ده إنما مش عبادة والدليل ربنا سبحانه وتعالى خلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وتجمعهم صحيح يا رب ده احنا في قمه العباده نخلي الظهر 8 والعصر لا ده ركعتين وركعتين تواجد جسدي تتوجد هنا خدت الثواب ده العباده كده ما تسالش ليه انا موجود هنا وليه بعد المغرب وليه بعد لا هكذا فعل الرسول فانت تفعل ولا تسال هنا بقى بتغيب العقول الانسان بيبقى فيه يؤمن بالغيب اللي جاء بينا النبي بننفذه يبقى احنا عندنا خدنا طواف من انواع الطواف كلها في الخمسه الاولى اسمه طواف الافاضه وطواف ركن اللي ما عملوش محدش تمام الخمسه التانيين بقى مهمين جدا اللي هو لو سقط مني حاجه منهم يلا عالجزار عالجزار وحجي محسوب تمام لما لو عملتهم افضل يعني طبعا نمره واحد مبيت منى مهم جدا مبيت مزدلفة مهم جدا رجم إبليس مهم جدا طواف الوداع أدي تاني طواف بنقوله نمرة خمسة مهمة دي اللي هشرحها للناس لأنها ما حدش فاهمها يقول لك أن تحرم قبل الميقات لو أحرمت بعد الميقات عليك دم بعد الميقات يعني الأماكن المحددة يعني هو في المكان ده انت يجب تحرم ما تخشش المكان ده الا ما تكون احرمت طبعا المصريين بيحرموا من القاهره وما فيش مشاكل خالص هو الرسول انما لو انت في المدينه في مكان للاحرام بيروحوا كل الحجاج مكان بيحرموا فيه هو الرسول عليه السلام الكعبه كده راح عامل دايره حوالين الكعبه قال ما حدش يخش من الدايره دي الا محرم على كل الجهات كله يعني من العالم من العراق لهم بلد من اليمن لهم بلد ومصر والمدينه بيرعى لي حتى اللي طلع من المدينة الأول في الحج فهو قبل الميقات هو قبل الميقات فممكن هيخش محرم معلوش حاجة
انما افرض حضرتك. لا مش فاهم حضرتك بتقول ايه. اللي في المدينه ما في ناس بتطلع المدينه الاول زياره الرسول عليه الصلاه والسلام. كتير هو قبل الميقات. يعني هيحرم من المدينه. بيحرم من المدينه. ما تمام؟ حرمنا من المدينه. بس بفهم يعني طبعًا. ايه ميقات؟ هي الدايره دي. طبعا الدايره دي ممنوع مخلوق يخش منها الا محرم. الا محرم. لو دخلت مش محرم خلاص انت في موضوع تاني بقى مالكش دعوه بالحج. عليك دم. عليك دم بس. لو حاج يعني انا رحت احرمت في جده بعد الميقات جوه الميقات ده علي دم. علي دم تمام لانه احرم بعد الميقات. دي النقطه اللي انا عايز الناس تعرفها لان انا اول حجه كنت متضايق اني مش فاهم. مش فاهم حاجه. واحد خاصة بتطلع بقى يا خرابي لما تروح بقى السعوديه بقى محطات كتير بقى دلوقتي او تسمع راي من هنا وده يقول لك راي ده يجننوك. فلما بتروح انت تمام مترستق مالكش دعوه بقى. فاهم مالكش دعوه. يبقى الخمسه التانيين مهمين جدا. الاحرام قبل الميقات. مبيت مزدلفه، مبيت منى، رجم ابليس، طواف الوداع. في ناس بعض المذاهب يقول لك طواف الوداع ما فيش دم، لكن معظمهم قال لي عليه دم. هذه خلافات. يعني مش عايزين نخش في خلافات لان هي دي اللي بتخلي الناس يعني تتوه. طيب حضرتك قلت دلوقتي الخمسه دول عليهم دم. حضرتك طب اذكرهم لي كده لان انا يعني عايز استوضح حاجه للناس. مبيت مزدلفه. مبيت هقول دلوقتي مزدلف. هو مين وايه تعريفه؟ بس عليه دم دي فيها كلام. مبيت منى فيها كلام. في منى رجم ابليس. لا طبعا ده طواف الوداع والاحرام قبل الميقات. لو بعد الميقات عليه دم. من اين لك هذا يا دكتور حسام؟ من اين لك هذا بقى؟ كيف اتيت بان هذه الاشياء عليها دم؟ والناس بتخرج من مزدلفه تمشي تروح تعمل طواف الافاضه وترجع تنام في الفندق وتروح تاني يوم الصبح منى. صح مفيش ذبح. مفيش ذبح. لا انا هقول لك بقى. انا هدلعك. تقول دلع انا جاي النهارده عشان ادلعك. ايه هو تعريف المبيت في مزدلفه؟ تعريف تعريفه جميل جدا. يقول لك بقدر حط الرحال. خلاص ابقى بيت في مزدلفه. يعني الاتوبيس ما يمشيش مزدلفه وروح طالع على منى. لا يقف وننزل نجمع الحصى. بس بنصلي كمان المغرب والعشاء هناك. بس خلاص انا بت. طب تمام محدش قال. الله يفتح عليك. طيب خلاص يعني اذا انت لما بتروح وده شيء تلقائي بتروح وتخرج من عرفه ممكن توصل. لا في اتوبيسات بتطلع عرفه منى وهذا خطا. ما اعرفهاش دي. تقف في مزدلفه وتنزل من الاتوبيس وتجمع الحصى بقدر حط الرحال بتصلي المغرب والعشاء. واحنا عايز تبات. هذا جميل. عايز تروح تعمل طواف الافاضه. احنا بقى عشان بنبقى يعني نبقى مستريحين نفسيا لو وصلنا قبل 12 بالليل بنستنى بعد 12 بالليل يبقى اليوم الثاني ابتدى بعد 12 بالليل لانك انت ممكن تقف عند رمي الجمرات والساعه 12 بالليل تضرب ابليس وتروح تعمل طواف الافاضه. تمام حجك تمام خلاص. احنا عمال انت احلى هتحل كده. الخمسه التانيين رقم واحد فيهم مبيت مزدلفه تعريفه بقدر حط الرحال. طب ومنى؟ منى قضاء اكثر من نصف الليل تبقى بت في منى. بمعنى المغرب الساعه 6 والفجر الساعه 6 دول 12 ساعه. لو قعدت 6 ساعات ودقيقه في منى انا بت في منى. طب واذا ما قعدتش؟ عليك دم. منين؟ من اين لك هذا؟ لا 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 ده ذكرا ما تقلقش. انا ما اعرفش مبيت منى. انا عايز اعرف ده بناء على ايه؟ مبيت منى انا بروح ارمي الجمرات. وارجع جد. انا ما عملتش كده. انا بت التلات ايام وكنت سخن وما عملتش كده خالص. بس بقول لحضرتك ان في ناس ترمي الجمرات طبعا وتروح تقعد في مكه. انا قلت لحضرتك واحد ممكن يحج في ثلاث ساعات. لا 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 وتروح تقعد في مكه وبعدين تاني يوم تروح الظهر ترمي او بتاع. ما انا هقول لحضرتك دي بقى ذبح منين بقى؟ الاول بنقول القواعد العامه. وبعدين هقول لك الترتيب ايه. يعني الحركة بنتكلم فيه ده الترتيب. لا يعني منى ديت لو انا ما بتش فيها ورحت رميت الجمرات ده انا ما اعرفهاش. هنبس فيها. طيب ماشي. يبقى مبيت مزدلفه بقدر حط الرحال. مبيت مزدلفه بقدر حط الرحال. مبيت منى قضاء اكثر من نصف الليل. حاجه روعه بصراحه. قضاء اكثر من نصف الليل مبيت منى. كويس. رجم ابليس مهم يعفى منه راجل كبير او ست كبيره تنوب طبعا وما تذبحش. مش قادر تمشي بقاش في زحمه الوقت. خلاص الدنيا بقت روعه. وطواف الوداع طبعا عليه دم. طبعا طواف الوداع من الادب. أدب. ومن الجمال. يعني من الجمال انك انت تقول سلام عليكم يعني وشكرا. حتى لو الدنيا زحمه انا هقول للحاج دلوقتي حل جميل جدا للزحمه. طب قول يا دكتور. هو لو ماشي ثالث يوم العيد خلاص ياجل طواف الافاضه
ويعملوا مع طواف الوداع بطواف واحد. ده يجوز طبعا، يعني عمل واحد بنيتين. ناس كتير بتعمل بتبات في مزدلفه وترجع تروح منى تقعد الثلاث ايام محرمه والحاجات تمام، مكة. تنزل بقى مكه تطوف وتمشي وتمشي، يبقى عملين، عمل واحد بنيتين، يعمل طواف افاضه وطواف وداع بطواف واحد. خلي بالك بس ده لو مسافر، ده لو مسافر ثالث يوم العيد، يعني مش هيقعد في مكه بقى. وافرض هو عايز يقعد يعني يقعد كمان يوم، الدنيا زحمه ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه، يعني تقعد رابع يوم العيد، خامس يوم العيد وانت محرم ومستني لما الكعبه تروق الدنيا. مفيش مشكله، وممكن ما يبقاش محرم، ممكن يكون فاكر. لا عشان ما عملش الافاضه، لا بالرجم، الرجم والتحليق، ما نحاول حضرتك انت تفك احرامك بايه؟ معقولنا دخول وخروج. الكلام واضح؟ طيب واضح. نقول بقى الخمس حاجات التانيه مره واحده. اللي عليها ذبح، عليها دم. مزدلفه، مبيت مزدلفه، مبيت منى، مبيت منى، رجم ابليس، رجم ابليس، احنا قلنا ايه كمان؟ طواف الوداع، طواف الوداع. كويس، دول الايه اللي هم الخمسه التانيين اللي انت تعملها. لو ما عملتهاش يبقى عليك ذبح. طيب في خمسه بقى اللي عملهم زي اللي ما عملهمش. حتى سبحانك الله يا رب. تلاقي الالفاظ في القران هي 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 هي، عشان يحسس الناس ان ده زي ده. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه. شوف كلمتين هم هم، صحيح، من تعجل فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه، الاثنين زي بعض. فالخمسه بقى التانيين، استنى بقى نعمل فاصل عشان نعمل عمليه تشويق. فاضي الخمسه. اهلا بحضراتكم مره اخرى. دكتور حسام متالق النهارده وبيقول لنا حاجات مهمه جدا لاخواننا الحجاج المغادرين الى الاراضي المقدسه. يعني حج مقبول للجميع ان شاء الله وذنب مغفور. وكنا بنتكلم على في ثلاث خمسات في الاول، ثلاث انواع حج، ثلاث انواع حج قلناهم، المقرن والمفرد والمتمتع وشرحناهم. في عنده ثلاث خمسات. الخمسه وش العدو. الخمسه الاولى اذا سقط منهم حاجه انا ما حجتش. طيب، وهو النيه والاحرام والوقوف بعرفه، طواف الافاضه، وسعي الحج. خمسه دول خلي بالك. في الخمسه التانيين برضو قلناهم، اللي هم يعني يجوز ان انا ما اعملهمش واذبح بدلهم، وهما مبيت مزدلفه، مبيت في مزدلفه، مزدلفه الدكتور قال مبيت يعني بقدر الحط الرحال، يعني تقعد نص ساعه ولا حاجه وتصلي المغرب والعشاء تمشي ولم الحصى، مش مقصود المبيت يعني دي. وعلى فكره ممكن لم الحصى من منى، ممكن مفيش طبعا مشكله خالص. طيب، يعني يبقى دي واحده، مبيت مزدلفه، مبيت منى، رجم ابليس، طواف الافاضه والإحرام. الإفاضة لا، الوداع، طواف الوداع، الإفاضة في الأولانيين، طواف الوداع والإحرام قبل الميقات، ده شرط من شروط عدم ان انا اذبح. يعني فاضل خمسه بقى، في خمسه بقى يستوي اللي عملهم مع الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما يطلع عرفه مات في منى مش في مكه، وسموا هذا اليوم يوم الترويه، يوم الترويه. يعني اليوم ده كانوا يروحوا لو بصابح يلموا الميه، لا يسقوا الجمال، ويسقوا يوم الترويه الجمال ترتاح بقى، لو خبط لها 5 8 ولا 10 كيلو من مكه لمنى تشرب ميه وتتظبط، والصبح ينتقي. يستوي اللي بات في منى ليله عرفه ولا واللي ما باتش. يعني في واحد طالع من مكه عرفه باوتوبيسه دغري، مفيش مشكلة. يعني اوعى تتخض لو اتوبيسك اتعطل او حصل مشكلة وانت رايح الحجاج كلهم بيروحوا بالليل. فلو اتوبيسك اتعطل ورحت الظهر ما عندكش مشكلة، مفيش مشكلة. رحت العصر مفيش مشكلة خالص. ما تتوترش ابدا، يعني طالما رحت قبل المغرب تمام. يبقى عندنا يوم التروية ده من الخمسة التالتين اللي هو يستوي اللي حملهم واللي عملهم. مبيت يوم زيادة في منى. فان تعجل في يومين فلا اثم علي، انما اللي قعد الثالث كتر خيره. تمام. رجم اليوم الثالث، طواف القدوم للمفرد، وهنفهم دي بقى. لو انا انت جاي تحج بس، ايوه، اول ما تخش تطوف، تطوف بس، ده مش شرط. تخيل بقى ما عليهوش حاجه، ده اسمه طواف قدوم. يبقى احنا قلنا كام نوع طواف؟ طواف الافاضه شرط، يسقط الحج بدونه، طواف الوداع علي دم، طواف القدوم للمفرد. ليه؟ لو انا متمتع او مقرن، انا جاي من عمره،
يبقى طوافي اول ما اخش طواف العمره، طواف العمره الحج. مش طواف حج مظبوط. انما لو انا حج بس يستحسن طبعا قمه الادب انك تحيي البيت، وتحيه البيت هي طواف، تحيه البيت هي طواف. يبقى طواف القدوم مهم جدا. احنا بنتكلم في الخمس اشياء اللي عملتهم، يبقى جميل. ما عملتهمش ما عليكش حاجه، بس يبقى لينا عندك 75 اشياء يعني تقدر تعملهم. نمرة خمسة الأخيرة حلوة كلها. نمرة خمسة آخر حاجة في الخمسة الأخرانيين، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في المزدلفة، ما مشيش دغري. يعني نزل قبل ما يروح منى، قبل ما يروح منى نزل من عرفة راح مزدلفة وصلى الفجر هناك. أيوة نبات في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، لكن وصلى الفجر وخد بقى الحاجات اللي ما صلاش الفجر زي اللي صلى الفجر، اللي قعد اليوم الثالث زي اللي ما قعدش اليوم الثالث، اللي رجم اليوم الثالث زي اللي ما رجمش اليوم الثالث، اللي عمل طواف القدوم زي اللي ما عملش طواف القدوم، اللي بات يوم الترويه زي اللي ما باتش. ادي الخمسه الثالثين. تمام. يبقى الحج ثلاث انواع وثلاث خمسات. اظن الثلاث خمسات واضحين جدا جدا. تعال في الترتيب بقى عشان الدخول والخروج. انا دخلت الاحرام اخرج ازاي؟ انت ممنوع تكلم حد خالص. الترتيب، انت في المدينه اذا كنت هتروح المدينه الاول هتزور الرسول. ايه ده، ما لازم اخرج قبل ما اخرج من مكه؟ لا، رايح المدينه الاول قبل الحج. قبل الحج. قبل الحج انا هروح زيارتك الاول تبدا رحلتك بزياره المدينه. نص الحجاج للمدينه ونص مظبوط مظبوط اللي بيزوروا المدينه الاول للرسول صلى الله عليه وسلم. رحت انا المدينه الاول. أنا سألت نفسي يا أستاذ محمود سؤال مهم جدا، ما أعتقدش حد سأله نفسه خالص والله. قلت أي واحد فينا بيموت بيدفن في في مسقط رأسه؟ يعني إحنا عندنا بلدنا فيها مدفن لنا، ربنا يديك طول العمر، اللي في بني سويف يدفن وهكذا، كل أسرة ليها مدفن، حتى يقول لك ده إحنا هننقله على مدافن الأسرة. طب الرسول ما حصلش كده ليه؟ ده موطن رأسه، مسقط رأسه مكة طبعا. طب ما اتدفنش في مكة ليه؟ اتدفن 444 كيلو بعيدا عن مكة. سبحانك الله، ده فكر حسامي خالص عشان ما يحطنيش في حرج. هنفترض الكعبة والرسول في بلد واحدة، أصلي فين؟ مراتي عايزة تصلي عند الرسول وأنا عايز أصلي عند البيت. ده مشاكل، هبقى في حرج شديد. فسبحانك الله يا رب يجعل وفاته 444 كيلو بعيد عن بيت ربنا عشان اللي رايح للرسول رايح له. ده برضه تبرير حسامي جميل جدا على فكره، لكن هناك واقعه ان سيدنا النبي بعد فتح مكه بدا يوزع الغنائم والحاجات دي كلها، فبداوا الانصار زعلوا. فبداوا يتهمسوا كده. فعرف عليه الصلاه والسلام فرح، قال لهم انتوا زعلانين ان انا بدي الناس الجمال والخرفان وانتم معكم رسول الله. المحيا محياكم والممات مماتكم. في فتح مكه قال لهم كده، المحيا محياكم والممات مماتكم، انا جاي معاكم. فبكى كل الانصار لان هم حسوا بانصراف وتصرف، زعلوا من نفسهم يعني. مش كويس، لان هو قال لهم انا اللي جاي معاكم، الغنائم دي اديها للناس دول عشان يرضيهم. فدي واقعة برضو. اعتقد انه يعني دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في مدينة منعا للحرج للمسلمين بتاع تبرير، هي اليوم الدين. تبرير جميل جدا. اليوم الدين جميل جدا. انا هصلي رايح مكة للحرم، رايح المدينة للرسول، هقعد هنا خمس ايام هنا ماشي. فده الايه اللي في تفكير، هي دي الحاجات الجميلة. طلع حاجة كويسة، الله يفتح عليك يا دكتور. اعمال العقل. حلو 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 جدا جدا. فهذا هو الايه اللي... تعالى بالترتيب بقى، في ناس راحت المدينه وناس نزلت على مكه. كويس. عشان ما نتعبش هنفترض اللي نزل مكه مفرد، عشان ما نتعبش مش هقول له اعمل عمره وبعدين فك احرامك مفرد راح يحج. اللي راح المدينه هيحرم من المدينه فهي خارج الميقات. وهيروح امتى؟ هيروح على عرفه. الاوتوبيسات هتطلع او الطياره هتنزله في جده، والاوتوبيسات تاخده لمكه، هيفضل قاعد في اللوكان ده يستريح ساعتين ثلاثه. احنا بنروح عرفه بالليل. بالليل هنطلع على عرفه بالليل قبليها بيوم، في يوم الترويه. بالليل يعني مثلا 11 بالليل 12 بالليل بنقضي الليله هناك، لكن عرفه يبدا من 11 الصبح. ده زي ما الرسول وصل. ادعي بقى زي ما انت عايز. ادعي زي ما انت عايز. واحسن حاجه في العرفه ذكر الله طبعا. هيحس ان يعني الشفافيه غير عاديه.
يا سلام وانت راكب الاتوبيس كده بقى وكان حظي كويس انا، يقولوا لك بقى ايه لبي بقى، تبتدي تقول لبيك والناس كلهم يقولوا وراك. انا قعدوني لبيت، انا ماسك الميكروفون ما اعرفش ازاي، وكان شيء زي الاحلام، زي الاحلام انك تقعد تلبي طول ما انت ماشي من مكه الى وصولك الى عرفه. يعني سبحانك الله، يوم يعني يوم لا يتكرر، يعني لا يتكرر، ربنا يوعدنا به يا رب يوم عرفه، وما تضيعش منه لحظه في مناقشه او في جدل في اي حاجه، ولا سياسه ولا كوره ولا جمبري ولا استاكوزا خالص. يوم محسوب بالدقيقه بس، يعني ربنا يمتع الناس كلها. انا مش مقصودش لا يا انا مش قصدي كل واحد سهل ربنا للناس، يعني ربنا لا الرحله الحلوه طبعا بيبقى حج جميل جدا انك مرتاح على كرسي، وده بيبقى توفير من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وفر لك الحج كده، لكن اللي تعب جميعا، اللي تعب ما يزعلش، للثواب على قدر المشقة. طب تمام، في حتة اسمها جبل الرحمة، دي الناس بتروح تتكالب عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام لغى هذا بحديث قال وقفت هنا وعرف كلها موقف صحيح، فمحدش يعني عارف. فهي هو كان بيحج، كان معزن 100,000 في الحج، احنا 6 مليون احنا 6 مليون فهو شاف الدنيا زحمه، فقال وقفت هنا وعرف كلها موقف، يعني بس يتجنبوا وادي عرنة اللي هو بر عرفه. لا، ما المملكه عامله حدود تمام، برافو، لكن في ناس محدش يعرف يقف غلط، في ناس بتغلط. المسجد اللي احنا بنصلي فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفه نصه بر عرفه، وصحيح نصه. فنخلي بالنا ان انت جوه الحدود عشان يتحسب لك اليوم باذن الله تعالى ان شاء الله. فيبقى الاتوبيس خدك طلع عرفه، المغرب ادى يوم عرفه خلص. وكل عام وانتم بخير، ويا رب يعيد عليه كل سنه يا رب يا رب يا رب. هينزل الاتوبيس، قد ينزل في 10 دقائق وقد ينزل في 12 ساعه حسب السكه. هتوصل مزدلفه، قد توصل مزدلفه بعد الفجر، ما لا تنزعج، لا تنزعج خالص. انت بتأدي المناسك، وصلت الظهر، وصلت بالليل الساعة 12 بس للمغرب والعشاء وقت ما توصل جمعا وقصرا، وتلم الحصى وتركب اتوبيس ثاني وهيتجه بيك الى منى او الى مكة او الى مكة. يجوز يعني الى منى تروح عشان تعمل الثلاث ايام التشريق، او تروح مكة تعمل طواف الافاضة. اذا راح ده ماشي وده ماشي، اذا راح منى بعد ما جمع هيرجم رجمة واحدة بس، اللي هو رجمة العقبة الكبرى فقط. اول يوم الرسول عليه الصلاة والسلام رقم الساعة 12 الظهر الزوال، لكن المملكة قالت من 12 بالليل لغاية المغرب، لحد المغرب اليوم ابتدى. هو الرسول رقم 12 الظهر، لكن اليوم ابتدى من 12 بالليل، في ساعة عشان خاطر الناس تروح بالليل، لا ودلوقتي الرقم بقى نزهة عشان ما حدش يتحرم من أداء هذا المنسك. ده الرقم زمان كان كارثة، دلوقتي بقى نزهة. صحيح، هنرجم رقمة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، وشيل شعري أو أقصره. الرسول قال غفر الله للمحلقين ثلاث مرات، والمقصرين ثلاث مرات، وصاد مره للمقصرين، ويفك احرامه. بس ده تحلل اصغر له كل شيء ما عدا النساء. طواف الافاضه لسه، طواف الافاضه كل شيء ما عدا النساء، فهو تحلل تحلل اصغر. شلت البشاكير ولبست التيشيرت والجينز، خلاص بقيت ايه، فاضل لي بقى للتحلل الاكبر طواف الافاضه. يبقى انا هرجم واحلق او اقصر وفك احرامي. للي عليه ذبح يذبح، اللي عليه ذبح يذبح، يبقى فاضل له طواف الافاضه، يبقى خرج من احرامه خالص زي ما دخلنا زي ما خرجنا. في بقى الحديث اللي الناس بتتداوله خطا، افعل ولا حرك. الرسول عليه الصلاه والسلام قال افعل ولا حرك في الترتيب فقط. أنا ما هو مفهوم في الترتيب فقط، يا رسول الله رجمت قبل أن افعل ولا حرج، هو مفهوم طفت قبل أن لا، ده في ناس افعل ولا حرج يعني من اللي أنت عايزه. لا لا أيوه كان معانا ناس كده. لا لا افعل ولا حرج يعني في الترتيب. إذا الترتيب خانك في شيء ما أو ما خانكش لا بأس، لا بأس، يعني نزلت على مكة الأول أخرت الذبح، لأن زمان كانوا بيذبحوا بجد، أخرت الذبح عن كذا افعل ولا حرج، رميت مثلا الجمرات في وقت الساعة 3 افعل ولا حرج، لكن مش معناه انك انت تاكل منسك لا لا لا. اصل واحد كان معانا يعني تعبني نفسيا جدا، قال لك افعل ولا حرج. الرسول قال افعل ولا حرج، قلت له يعني قال يعني ممكن احط كلوني عشان ريحتي عرق. المحرم ممنوع عليه العطور، يقول لي لا بس الرسول قال افعل ولا حرج.
قلت له يا ابني الرسول فعلا في الترتيب. انت ممكن لما يعني قبل ما تستحمى تحط كلونيا قبل ما تنوي الاحرام وتحطه وظبط نفسك وبعدين تنوي الاحرام ممكن تعمل حكايه قص ضوافرك وشعرك وكل حاجه، انما ساعه ما احرمت ممنوع قص الضوافر، ما فيش حاجه، ممنوع قص الشعر، ممنوع استخدام العطر. حتى الناس قالوا الصابونه ام عطر دي يجوز استخدامها لانها مش عطر. وخلي بالك ان واحد ممكن يهرف في شعره كده، ما تفتكرش ان دي فيها مشكله يعني، وشعرك وقع مثلا ما فيش يعني من الحكايه مش كده لا. وبعدين ايه كده. هو التعمد في قص الشعر تمام، لا هات المقص وشيل لي ده لا تمام، ودي يرجع بقى على مصر بالسلامة نقول له ألف مبروك ونرسم له جمل على البيت ونرسم لك طيارة بقى نرسم له جمل على البيت. كل الوقت الناس بتحج الطيارة، بس يعني هي حج سهل لو واحد عظيم. رايح بس فاهم هيعمل ايه. على فكرة دي مسألة أنا بقول لك هو مهمة جدا، لأن هناك الآراء بتبقى مشتتة جدا حتى في ملابس الإحرام نفسها. هتروح هناك هيقول لك واحد اللي انت لابسه ده غلط، لا لا مش عارف ايه، والبس ايه واعمل ايه ومش عارف ايه. فخد معلوماتك كلها قبل ان تغادر صح. حتى تشعر بامان وانت بتحج وتبقى في سلام كده يعني صح. ترتاح عارف تبقى فاهم بتعمل ايه. يعني في ناس طالعه مكه عشان تزور سيدنا النبي، والله العظيم ما يعرفوش. لو عرف ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مدفون في حته بعيده، آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الآية اللي مكتوبة جميلة جدا فوق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا، تلاقي هناك فعلا ناس ساكتة. التقاتل على الروضة يعني مش مستحب، يعني التقاتل على تقبيل الحجر أقول له إيه؟ أقول له تقبيل الحجر فرض ولا سنة؟ يقول لي سنة، ما هوش فرض. اقول له طب عدم ايذاء المسلمين فرض طبعا. انت بتضيع فرض على سنة. ولك في قصة سيدنا عمر بن الخطاب اسوة يعني. عمر بن الخطاب يعني وايام يعني سيدنا النبي يعني مش الايام اللي فيها ملايين. انا هقول لحضرتك حاجة، افرض لقيت واحد بيصلي سنة الظهر وما صلاش الظهر، مش يبقى مسخرة؟ لا ده يبقى مسخرة. صلى السنة وما صلاش الظهر، ده اللي بيعمل كده اللي بيتقاتل على الحجر. هو ضيع فرض وهو إزاء المسلمين عشان سنة. يعني الدكتور بيقول حاجة مهمة أحب أن أنا أختم بيها مع الدكتور، أنه محتاجين جدا أنه كل حجاجنا ربنا يتقبل منهم جميعا أن يعني يخلوا بالهم شوية من حتة الخشوع، لأنه دي مناسك يعني روحانية كلها بيبقى فيها حاجات غير مقبولة، يعني بيبقى فيها. واظن حضرتك شفت الحاجات الغير مقبوله. طبعا لا، زي اللي ماسك الموبايل وهو بيطوف وبيتكلم وبيضحك في الموبايل وهو بيطوف. الطواف صلاه صحيح، يستثني فيه انه يتكلم، بس يتكلم للحاجه. قالت ستنا عايشه كده ان الطواف صلاه بس بنتكلم بس بنتكلم عن اذنك تعالى كده، انما مش واخد يعني. هي حج يعني مشاعر جميله جدا طبعا، في ديتيلز طيب كتيره. كل رجل دين، كل رحله فيها رجل دين هيسألوا بقى ممكن أسعى قبل الحج؟ يس، بس ما تكونش متمتع. طب ممكن أطوف طواف الوداع مع طواف الإفاضة؟ نعم، بس تكون هتسافر ما تقعدش في مكة، لأن طواف الوداع هو آخر عهدك بالبيت. صحيح، آخر عهدك بالبيت طواف وداع. السلام عليكم ويا رب وعدنا السنة الجاية يا رب. دكتور طب نصيحة طبية بقى. طبية؟ انا دلوقتي مسافر حق فلان، يعني الشمس شمسيه كميه ميه كفايه، اشرب ميه كتير، اللي عدى 70 خلي باله كويس جدا من نفسه، الشمس بالذات شمسيه ودايما في حته يعني مكيفه او كده، يعني خلي باله من نفسه لان الشمس هناك قاسيه جدا في اغسطس. طب هل يعني مطلوب انه ياخد معاه نوع معين من الادويه؟ أنا عارف المملكه موفره كل حاجه، لا انصح مخلوق ياخد قرص دواء هناك كل 100 متر وادويه ايه بقى؟ ادويه يعني يعني رعايه يعني طبيه في المملكه فائقه. طب اللي عنده ضغط واللي عنده سكر ياخد دواء، ياخد دواء بس. انما يعني طب تنصح اللي عنده سكر ان هو مثلا يروح يرمي الجمرات لو الجمرات بعيده عليه؟ كانه اي وكل لو بعيده عنك، لان في اماكن بتبقى قريبه جدا من رمي الجمرات وفي اماكن بتبقى بعيده. حتى لو سنه يعني 50 ولا حاجه ومش قادر، عنده السكر، معذور، مفيش مشكله خالص، معذور. يا استاذ محمود ربنا قال ليس على المريض حرج. طب معلش، ما تمام بس يعني انا بستفيد، بس يعني بستغل وجود حضرتك معانا
طيب اللي عنده ضغط دواء الضغط بتاعه ما فيش ارهاق عليه من المناسك دي كلها خالص خالص. ده اتوبيس بياخده من مكه هو الارهاق في ايه؟ السعي والطواف بعجل. اركب العجله دي بعجل. حتى الطواف في الصحن التحتاني ما فيش عجل لكن في فوق كده بقى في ادوار وادوار. انا مره نضحك بقى شويه كان معايا واحد جايب اخت مراته فكانت على العجله من ساعه ما طلعنا مصر فانا جيت اطوف لقيت حته فاضيه كده فالراجل منعني قال لي لا ده للعجل بس. اي منظمين هناك للمعجل عشان العجل اللي يلف ما يبقاش فيه مشاكل وما يخبطش في رجلين الحجاج. قلت له ممكن تسلفني اخت مراتك اطوف بيها. قال لي كنت خدها من مصر. ما رضيش اديها لك. ما نفعته. يعني ربنا يتقبل من الجميع ويعني حج مقبول ان شاء الله. بشكرك يا دكتور على هذه المعلومات. انا اللي بشكرك على اديتني الفرصه ان انا يعني وانا اعتقد ان بعض شركات السياحه او معظمها هتطلب منك انك تكون شيخ في احد قوافلها. انت عارف الشركات السياحه كلها لازم يبقى في شيخ فاضل موجود مع بيسموه الوفد او هم افضل مننا مليون مره مذاكرين كويس وبعدين عارفين الحكم على المذاهب الاربعه. صحيح يقول لك الشافعي عمل كذا وقال كذا وكذا. انما احنا بنتكلم طب كلام. اخر سؤال بقى تحب الدعاء المكتوب لا. ام لا لا ما خالص تحبوش خالص خلي بالك بقى وانا بطوف انا وربنا انا وربنا ومش عايز اي وسيط بينا تقول اللي في قلبك باي طريقه قلبي باي لغه هو الدعاء المكتوب فيه امي وابويا وابني واختي لا مكتوب عام للناس كلها يعني انت تفضل للحاج ترشح له انه يفتح قلبه ويقول كل ما يتمنى بطريقته بلكنته ويتأكد وهو بيتكلم ان ربنا سمعه يتأكد ان ربنا سمعه كويس جدا فيتكلم بأدب وانه هو عايزه انت بتقول له ايه ان هو يتأكد ولا لازم يعمل حاجات عشان يتأكد لا هو يتأكد من غير ما يعمل حاجة يعني اول ما تكرر كده تأكد ان الله سمعك صح ربنا يكتبها لك يا رب يا رب ربنا يوعدنا جميعا في بنا في الشوارع بتاعتنا يا رب يا رب. شكرا يا دكتور شكرا جزيلا ألف شكرا صباح على خير.